في درس الكاثود راي أوسيلوسكوب محتاجين ندرس كيفية التعامل معاه من الخارج بغض النظر عن تركيبه الداخلي. هندرس مع بعض في الجزئية دي الكنترولز وهندرس examples أمثلة على استخدام الكاثود راي أوسيلوسكوب. Introduction مقدمة. كل حاجة في الكون أصبح بفضل التكنولوجيا الحديثة ليها سنسورز تقدر تحسها وتحولها لفولتج. Nearly everything in the world can be detected using sensors. عندي حساس لللايت light sensor بياخد اللايت يحوله لفولتج. عندي ساوند سنسور وهو المعروف باسم الميكروفون. عندي pH سنسور. عندي temperature سنسور. عندي humidity سنسور. كل دي حساسات للعوامل الخارجية بتحول هذه العوامل الخارجية لإلكتريسيتي voltage. بيقولي a sensor changes any external variable to electric voltage. على سبيل المثال a light sensor changes the intensity of light to electric voltage. As light intensity increases the output voltage increases. كل ما شدة اللايت زادت على اللايت سنسور كل ما ادى فولتج اكبر. كمان a temperature sensor changes the temperature to electric voltage. As temperature increases the output voltage increases. كذلك بالنسبة للtemperature sensor اللي بيحس التemperature درجة الحرارة كل ما درجة الحرارة زادت كل ما كان الoutput voltage بتاعه اكبر. كل الفولتجز اللي بتطلع من السنسورز دي بتكون متغيرة. يعني شدة اللايت اللايت intensity لو كان متغير أثناء اليوم هيكون برضو الفولتج الخارج متغير. عندي جهاز بيقدر يرسم التغير في هذا الفولتج مع التايم. الجهاز ده هو الكاثود راي أوسيلوسكوب. The outputs of any of these sensors can be connected to the cathode ray oscilloscope CRO. جهاز الكاثود راي أوسيلوسكوب بيرسم جراف لتغير الفولتج مع التايم. CRO gives a graphical representation of any kind of electrical signals showing even the slightest change in voltage in short time periods or over long time periods. هذا الجهاز هيرسم لي التغيرات سواء كانت تغيرات كبيرة أو تغيرات بسيطة أو تغيرات سريعة جدا للفولتج مع التايم. ده رسم توضيحي بسيط بيمثل الانترفيس لجهاز كاثود راي أوسيلوسكوب. هنوضح استخدامات الكاثود راي أوسيلوسكوب uses of CRO. رقم واحد displaying waveforms. زي ايه؟ زي الساوند مثلا. لو وصلنا بجهاز الكاثود راي أوسيلوسكوب مايكروفون اقدر ارسم بالضبط تفاصيل صوتي امتى بيعلى وامتى بيوطى امتى بيتخن وامتى بيرفع من خلال جهاز الكاثود راي أوسيلوسكوب. Number one, sound wave waveforms can be studied by connecting a microphone to the input terminals of a CRO. كمان نقدر نوصله بجهاز رسم القلب عشان يرسم لي دقات القلب الخاص بمريض في المستشفيات. جهاز رسم القلب بيحول دقات قلب المريض لفولتج. الكاثود راي أوسيلوسكوب يقدر يرسم هذا الفولتج اللي بيعبر عن دقات قلبه. كمان نقدر نستخدمه في ان احنا نعرف time interval between two racers. اتنين متسابقين نقدر نحدد باستخدام جهاز الكاثود راي أوسيلوسكوب امتى بيوصلوا خط النهاية. بان انا بحط على خط النهاية سنسور معين بيشعر بمرور المتسابقين. عشان كده اقدر بكل بساطة اعرف الفروقات البسيطة جدا جدا ما بين المتسابقين. كمان اقدر ارسم graphical representation of AC current. الgraphical representation لل AC current اللي درسناه في الدرس electromagnetic induction نقدر نرسمه على جهاز الـ CRO بان احنا نوصل بكل بساطة الـ mains electricity بجهاز الـ CRO عن طريق فتحتين الـ Y input. كمان نقدر نستخدم الـ CRO في قياس الفولتج زيه زي الفولت ميتر بالضبط. بما ان الـ CRO بيستخدم لقياس تغير الفولتج مع التايم إذن أكيد لو الفولتج مش بيتغير مع التايم فالوضع هيكون أسهل. Since the CRO gives the value of the voltage it can be used as a voltmeter. يعني لو عندي السيركت اللي قدامي لو فرضا عايز أقيس الفولتج الخاص باللمبة بوصل اللمبة بالواي إمبوتس بهذا الشكل. بكل بساطة أصبح جهاز CRO يعمل كفولتميتر. هي دي استخدامات جهاز CRO ومقدمة عن التعامل مع الواجهة الرئيسية. تعالوا بينا مع بعض نتعرف على الكنترولز اللي موجودة في جهاز CRO. بيقول لي the controls.
قبل ما نعرف ايه هي الكنترولز، في جزئية مهمة جدا تكاد تكون اهم شيء في الكاثود راي اوسيلوسكوب، وهو الواي انبوت. الواي انبوت دول عبارة عن فتحتين في الانترفيس، وهما وظيفتهم استقبال السيجنال الخارجية اللي هيرسمها الكاثود راي اوسيلوسكوب فيما بعد. بمعنى ان لو عندي هذا الميكروفون وعايزين نرسم بعض الاصوات، هذا الميكروفون هنوصل الاوتبوت الخاص بيه بفتحتين الواي انبوت، كذلك ده هيوميديتي سنسور. عشان نرسم الاوتبوت الخاص بيه على جهاز الكاثود راي اوسيلوسكوب هنوصله برضو بفتحتين الواي انبوت. اذا الجزء من الاوسيلوسكوب اللي بيستقبل السيجنال الخارجية هو الواي انبوت. كمان لازم نتعرف اكتر على السكرين. سبق وقلنا ان الاوسيلوسكوب بيرسم تغير الفولتج مع التايم. السكرين اللي قدامي الواي اكسس فيها بيمثل الفولتج، بينما الاكس اكسس بيمثل التايم. بمعنى ابسط، الجهاز هيرسم جراف عادي جدا جدا لتغير الفولتج مع تغير التايم. من اهم الازرار اللي عندي وهو البرايتنس، كمان عندي كنترول اسمه الفولتج سكيل او الواي جين، كمان عندي كنترول تالت اسمه التايم بيز. زرار البرايتنس بيتحكم في شدة إضاءة وقوة ظهور السيجنال، زي ما هو واضح قدامي إزاي تغيير وضعية هذا الزرار بتغير قوة الإضاءة للسيجنال. عندي كمان كنترول الفولتج سكيل. لو ركزنا كويس في الدائرة الحمراء هنلاقي إن الفولتج سكيل أو الواي جين مظبوط على 2 فولت. يعني إيه هذا الكلام؟ بكل بساطة معناه إن كل سكوير على الواي أكسس تمثل 2 فولت. وبيوضح حالي على الجراف 1 square on y equals 2 volts. بنفس المعنى التايم بيز لما نكون مثلا مظبطينه عند 10 seconds، ضبط التايم بيز عند 10 seconds ده معناه ان كل سكوير على الاكس اكسس يمثل 10 seconds، وبيبين لي ازاي على الجراف 1 square on x equals 10 seconds. دي كان تعرف بسيط على الكنترولز الخاصة بالكاثود راي اوسيلوسكوب. محتاجين بعض الامثلة تأكد لي اكتر اللي احنا فهمناه.